الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. الدرس التاسع من كتاب الكواكب الدرية، شرح متممة الأجرمية للشيخ محمد بن أحمد بن عبد الباري الأهدل رحمه الله تعالى. وللخفض وصلك وحاوص ناضي ثلاث علامات على موين وصدح. الكسرة وصلك وحاوص ناضي، وهي كسرة الأصل وأصل وصلك يضع أصل. والفضحة كرنية والياوية، وهما لبضان دم فضحاتي ياد، وهما لبضان دم نائبتان وحي نائبكين عن الكسرة كسرة. خفضة باب كان لها باب الخفض، باب الجرن ولا خفضية جر واسكم من جر، وعبارة بسرية خفضة وعبارة كوفية لبضة وهوصرية، لكن وحاك لا استعمال بسريين إيه كوفيين. خفضة عبارة كوفية، جر عبارة بسرية بالجر والتنوين والنداء وأهل صدرت ملحوه بسري بؤها بالجر، وهذاك الجر سوى بسري مصدر كون أصل هنا وش، والمصدر أصل وأيها أصلين. خفضة وعبارة كوفية. طيب خفضة مركز سدح على ميل هذا كسرة يو فتحة ي أجرومي وحدي يجري، لكن كسرة يا فتحة زاس أنا سيف كسرة يا فتحة وكسرة ذي يا لوحدي. لماذا؟ إذا أشبعت الكسرة يتولد منها يا بل كسرة هاصلك هدي لجيدو حرف كسرة هاصلك جيد يا باي مارس مي بهذا مي في قي قي حرف بهاص إيجان هدي لجيدو يا باي دالس. الكسرة والياء والفتحة في يعني سو حسكو حجيو علماء قارو عذر دانا حق حركات في إسرع عناية، لكن أصل هو الكسرة والياء والفتحة. أرنت الله بعض وحاوي خفض صدح على عميل هذا كسرة ياء فتح وحكا سؤال اللغة العربية وحوص لغان أو معرب صدح المد بيكوس لغان وحكا سؤال اللغة العربية معرب أخ أو حوص لغان صدح المد بيكوس لغان كسرة كفير واد كويد ياء كفير واد كويد فتح كفير واد كويد ما حوص لغان. مسألة الصدحات باب كان لها باب الخفض وخاص بالاسماء، اسماء بس خصيه فعل لما وصلها حرف نوركي اسكبداد والحروف كلها مبنيه يد ضرب ملح. مارك باب كان وخاص بالاسماء وحقوني كويا اسماء ذاته. وللخفض وصلي وحاو سنات ثلاث علامات على مبين وصدح. الكسرة باو سنات وهي كسرة على صروي، والفضحة قرية والياوية، وهما لبضا فتحدي يا ذا نائبتان وحي نائب كين عن الكسرة كسرة. فأما الكسرة كسرة فتكون وحي أهان هي كسرة اسم كار تكون ومتصرفة من كان ناقصة ترفع الاسم وتنصب الخبر اسمه ومستتر هي فتكون هي. فأما الكسرة كسرة فتكون وحي أهان هي كسرة علامة على ما يهان للخفض وصل في ثلاثة مواضع صدح بوس في الاسم اسمي المفرد المفرد كالمنصرف كقدومة هل كانوا صحكوية منصرف يا ما لا ينصرف ما شاء الله ربوات وهو صدق باب الخفض مركي لجو. نحو بسم الله الرحمن الرحيم هل كان في ذهب السلام اسم مفرد منصرف ارتم حاله هو الذي يقبل التنوين والجر بالكسر
والجر بالكسرة اسمي التنوين أقبل هوس إجنا أقبل منصرف بله كلا بدأ ديدنا معنا ينصرف أسألك لهم شرح نوقود بسم الله الرحمن الرحيم قرآن كمعجزين ودي سوي فيري حد وحي دهان اسمي صدح بالو هوس لغا جنون وكيري اسمي هوس لغا دارة صدح مبت بوس ليه مجرور بحرف بزيد مجرور بالإضافة غلام زيد ثوب خزن باب ساج تابع للمخفوض تبعية مرات بزيد العاقل قارن وحيدة اسمي هوصري الله أمبو بكوسري اسمي هوصري الله وحيدة مجرور بحرف وفير سهدة قار وحيدة اسمي هوصري أجرومي واصدح به مجرور بحرف مجرور بالإضافة تابع للمجرور عمل للمخفوض مخفوض بحرف مخفوض بالإضافة تابع للمخفوض متري أجرومي وساس قار وحيدة ما اسمي هوصري لبهم بكو سنين مجرور بحرف مجرور بالإضافة تبعية ما شكسارين وحيدة مطبوع تابع مجرور بما جره التابع لأن التابع وحيد أن تابع مجرور والله هصري بما جره المطبوع مطبوع وحي هصري غي إلا هل استثنائك صورة قارة وحيد أن اسم هصري أن شان بكو هصري فيري حدا ورتكوه يري اسم هصري أن صدح بكو هصري وحيد أن صدح يبصم الله على جهر اسم حال محوكو سريع صدح سمان مجرور بحرف مجرور بالإضافة مجرور بالتبعية سمان وقد اجتمعت ثلاثة في البصمرة صدحي وحيكو كلانتي باسم معاه أصري حرف مجرور بحرف الله مجرور بالإضافة ومضاف إليه الرحمن يا الرحيم مجرور بالتبعية ونعت وصف وك هل كانوا كوير في رهد قال ابن عنقاء وحي سمار وعلل ذلك بأن البصملة جارية مجرى المثل ومن قواعد النحاة أن الجاري مجرى المثل يحذف متعلقه طيب واك في الاسم المفرد المنصرف وهو ما دخله تنوين صرف سواء كان الخفض بالحرف او بالاضافه او بالتبعي ويجمع ثلاثه نحو بسم الله الرحمن الرحيم سمر هلكا هوس كحر و هو يري فهم الكسره كسره دي والخفض اصلي وحاوس هذه ثلاث علامات على موين صدها الكسره واسكنات وهي كسره الاصل وي والفضحة تبا أسوناته ولياوية وهما لوضا فتحدي أذو نائبتان النائبين عن الكسرة فأما الكسرة كسرة فتكون وحياني هي كسرة علامة العرمين للخفض وصلقها في ثلاثة مواضع صدح بوس في الاسم اسمي المفرد المفرد المنصرف توين تقبلها نحو بسم الله الرحمن الرحيم باسم الباو حرف الجر اسم اسم مجرون بالباو علامة الجر كسرة ظاهرة في آخره اسم مضاف الله مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة على آخره الرحمن صفة لله لله ذاك الصفة الرحمن صفة لله وهذه صفة لله وصفة المجرور مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره الرحيم صفة ثاني لله وصفة الله نعتي الصفة وإسلام الرحيم صفة ثاني لله وصفة المجرور مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره وكسر ذي وظاهر أولئك كواسي على هدى هنون كركي بها وكسر ذي ومقدرة أولئك اسم إشارة هاس اسم إشارة وي ومبتد ومبني أولئك كواس كاف كواس كحرف قدام أولئك اسم إشارة مبتد مبني على الكسر في محل رفع والكاف حرف خطاب على هدى على حرف جر هدى اسم مجرور بعلى
وعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة هدى 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 على الألف المحذوفة المعوض عنها التموين منع من ظهوره التعذر لأنه اسم مقصور فكوض هدى ألف توال الحذوفة التموين تنعوض كان نقطه هدى مرقوا على حرف الجر هدى اسم مجرور بعلامة جره كسرة مقدرة على الألف المحذوفة المعوض عنها تموين تموين باب ذلك النقطة منع من ظهورها تعذر لأنه اسم مقصور وفي جمع التكسير جمعتها جمع المنصرف تموينتها أقبل نحو للرجال رقي وحاو هذا نصيب النصيب وفي جمع المؤنث الذي جمع عيسى السالم النبات قال يا وما حمل عليه وحي له حنبار وملحقات كيا شروطي وحي له قل وحضا للمؤمن للرجال نصيب للرجال اللهم حرف جرني الرجال اسم مجرور بالله وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر نصيب الجار والمجرور له للرجال اللهم حرف جرني الرجال اسم مجرور بالله وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخر الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم وخبر مقدم نصيب مبتدا مؤخر نصيب مبتدا مؤخر مرفوع وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخر وكسرة ظاهرة مقدرة وحاكمة مرات بالعذارة أما مرات بالأسارة بالأسارة أو بالسينة ويأتوكم أسارة مرات عنصر مر بالأسارة محابيس بعضه مرات في فعل يفاعل بالأسارة الباء حرف جر الأسارة اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر الدهب وفي جمع المؤنث ددق جميع سي أسالم النبات قال وما حمل عليه وحل وحنبار النحو قل للمؤمنات قل فعل أمر ممن على سكون محل من الإعراب للمؤمنات وأمرات للمؤمنات الله محرف جر للمؤمنات الله محرف جر قل فعل أمر ممن على سكون لا محل من الإعراب قل فعل أمر ممن على سكون لا محل من الإعراب وفاعل ضمير مستدر وجوبا تقديره أنت مرادك وقل للمؤمنات للمؤمنات الله محرف جر للمؤمنات الله محرف جر المؤمنات اسم مجرور بالله معلامة جر كسرة ظاهرة في آخر وانا جمع المؤنث السالم ومرت وحانس ومرين بأولاة الأحمر أولاة مزيد وقذ وغنى أغرب ميسوا من القرام بأولاة يعني بأولاة الأحمر ومرت وحانس ومرين بأولاة الأحمال ومرت وحانس ومرين بأولاة الأحمال أريالك وصاحبة في رحل أولادك لا واحدة له من لفسي بل له مفرد بصراحين ومرت وحانس ومر بأولاة الأحمال أركو صحيح مرت ومرت الواو حرف عظيم مرت فعل وفاعل بأولاة الباو حرف بأولاة ذوي وملحق بجمع المؤنث السالم بأولاة الباو حرف جر أولاة اسم مجرور بالباو علامة جر كسرة ظاهرة في آخر أولاة مضاف الأحمال مضاف إليه مجرور علامة جر كسرة ظاهرة في آخر فيري هذا هلك جاء مؤنث سالم سكنة إن اسم مفرد وحالك مثال كسر ظاهر هي كسر مقدر كسر ظاهر بسم الله الرحمن الرحيم بك كسر مقدرا أولئك على هدى أما حديث مرت بزيد مرت بالفتح جمع تكسير للرجال نصيب يا مرت بالأسارة يا عمان السالم قل للمؤمنات يا مرت بأولاة الأحمال لوضع وكسر ظاهرة حين كليين كليه وجمعنا سالم وشروطي بحية وللمؤمنات يا جمعنا سالم وشروطي أن بحنا وملحق بجمع المؤنث السالم جمع المؤنث السالم يسوق ملاه كسر مقدر هل مربوله هل ما أرتى يسوق جمعنا سالم أما في حالة الرفع الجو أما حالة النصب
أما حالة تجر وحو جوغبا جامع مؤنث سالم يسويها مالها حركة مقدرة مالها حركة مقدرة مالها لكن محوله هالمر هالمر بعد كسور رئيس مركة جامع مؤنث سالم هذا وحاجونا حالة الخفض كسر مقدرة مليه كسر مقدرة هل مربوله هو مركو يا المضاف إلى ياء المتكلم المضاف إلى ياء المتكلم مررت بغنيماتي حين تيدي بان صومري مررت ببقراتي سعيالك بان صومري مررت وحان صومري بشجراتي نر تيدي بان صومري مركو هالكامر المضاف إلى ياء المتكلم مررت بغنيماتي وأعرق وحين مررت فعل وفاعل بغنيماتي الباء حرف جر غنيماتي اسم مجرور بالباء علامة جر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم بعد سيدي بغلامي بعض العرامي وك بغنيماتي الباء حرف جر غنيماتي اسم مجرور بالباء وعلامة جر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم وعلامة جر كسرة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم منع من ذورة اشتغال المحل بحركة المناسبة لأن الياء لا يناسب إلا كسر ما قبلها غنيمات مضاف ياء المتكلم مضاف إلى ممن على سكون في محل جر وأما الياء يذي فتكون وحيان علامة علامة مركا سادح بوص بي كسر الدكتي اسم مفرد منصرف جمع تكسير منصرف جمع المؤنث السعد سؤالك لها الكنتم اسم مفرد منصرف بأل الرعي جمع تكسير منصرف جمع المؤنث سالم لما رعي صواب اسم مفرد منصرف يما لا ينصرف عليه جمع تكسيركم منصرف يما لا ينصرف عليه جمع المؤنث سالم ما لا ينصرف ما بلا كله هو منصرف المؤمنات وحدي كرتا بمؤمنات قانتات تائبات عابدات سمار وكا سو مرك جمع المؤنث سالم ما لا ينصرف ما يش ما لا ينصرف هذا ما قش سيدي سوى اسم اسمي كان الله بقول مفرد يا جمع تكسير لا ثالث واحسد حد مجد اسم ما لا ينصرف دار تورتو واسم وان لب اما اسم مفرد يا سيده مرت باحمد بابراهيم بيعقوب باسحاق بيوسف اينو يا جمع تكسير جمع تكسير جمع تكسير مرت بمساجد بمصابيح بتماثيل بمحاريب كوا بدن وأما الياء يذي فتكون وحيانه يذي علامة العلامة للخفض وصدقها في ثلاثة مواضع صدع بوص في الأسماء يا أسماء ذي الستة اللحذاء أسماء الستة وليها نيكذي بوضة نحو ارجعوا لابت إلى أبيكم أبيهن إلى أبيكم كما أمنتكم على سال إذنك آمني على أخيه ولا أمستر الله الآن كأمني آمني الديدي وكال الله كم إذنك على أخي إلى أبيكم إلى حرف الجر إلى أبيكم أنتان كقبن ارجعوا فعل أمر مبني على حذف النون وهو الجماعة نفاء المبني على السكون في محل رفع إلى أبيكم مراد كان الله روى إلى أبيكم تاس إلى أبيكم إلى حرف الجر لهد أبي اسم مجرور بإلى إلى حرف الجر أبي اسم مجرور بإلى وعلامة جر الياء نيابة عن الكسر لأنه من أسماء الخمسة إلى حرف الجر أبي اسم مجرور بإلى أبي اسم مجرور بإلى وعلامة جر الياء نيابة عن الكسر لأنه من أسماء الخمس سو من أسماء الست وقوضة لأنه من أسماء الخمس أبي مضاف الكاف مضاف إلى من عرفت في محل الجر كما أمنتكم على أخي على أخي من نحرمنا على حرف الجر أخي أنت يا ذو كجوكت أخي اسم مجرور بعلى وعلامة الجر ألي أن يواتا عن الكسر لأنه من أسماء الخمس أخي مضاف له مضاف إلى من على الكسر في محل الجر ومرت بحميك بان صومر سيدك مرت فعل وفاعل بحميك الباء وحرف الجر حميك اسم مجرور بالباء وعلامة جره بحميك الباء وحرف جر حميك اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه من أسماء الخمسة حميم مضاف والكاف مضاف إليه من عرفت في محل جرين بحميك ومرت وحان سومر
بفيك أقول فيك واسك سوا بفيك الباء حرف جر فيك اسم مجرور بالباء وعلامة جر الياء نيابة عن الكسر لأنه من أسماء الخمس في مضاف الكاف مضاف إليه من عرفة في محل جر وهنيك الله أصل يجعله وهنيك وهنيك مرة بهنيك بهنيك الباء حرف جر هنيك اسم مجرور بالباء وعلامة جر الياء نيابة عن الكسر لأنه من أسماء الست هني مضاف الكاف مضاف إليه من عرفة في محل جر يو الجاري درسك ذي القربى قرابة ذو صاحبك والجاري درسك ذي القربى قرابة ذو صاحبك وادي والجاري درسك ذي القربى قرابة ذو صاحبك أها والجاري درسك ذي القربى قرابة ذو صاحبك أها عيد دواد أكتين وعيكو عطفانتها الجاري واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجاري ذي القربى والجاري الجنوب مرادك الله قرب وذي داسو مرادك محل الشاهد ذي القربى داسو مارك والجاري الواو حرف عطفين الجاري معضوف على ما قبله بعد قعد في عطف المجرور مجرور علامة الجر كسرة ظاهرة في آخر ذي صفة الجاري والجاري درسكي درسكي ذي القربى قرابة وصاحبك ذي صفة الجاري وصفة المجرور مجرور علامة الجر الياء نيابة عن الكسر لأنه من أسماء الخمسة سواء أسماء الست وكوضة ذي مضاف القربى مضاف إليه مجرور علامة الجر كسرة المقدرة على الألف منع من ذوره التعذر لأنه اسم مقصور وهي قربى قربى وحيكلو يا ذي دقي وفي المثنى مثنية وما حمل عليه وحل وحن بار شروط مثنى لقوان نحو حتى أبلغ إلى أن قال مجمع البحرين لبضى بضوط ما شايكو كل ما مجمع البحرين أو أمضي حقوبا حتى حرف غاية والنصب ويتنهد أبلغ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى وعلامة النسب فضعت ظاهرة في آخر وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنا وأن قالوا وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنا مجمع مفعول به منصوب علامة النسب فضعة ظاهرة في آخر مجمع مضاف البحرين داسوي البحرين مضاف إليه البحرين مضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الكسر لأنه مثنى والنون عوض عن التوين في الاسم ومرت وحنس ومر باثنين لب اللب واثنتين لبن الدقة في رحل كو ملحقي ويسكجر هذا ملحقي ويكون ومرات وحانس ومر باثنين لبا لبا وباثنتين لبا ندق باثنين الباء حرف جر اثنين اسم مجرور بالباء وعلامة جره الياء نيابة عن الكسرة لأنه ملحق بالمثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد ما هي ملحق كل نقدين لا واحدة له من لفظ مفرد ما لها اثم ما لها اثم مجر باثنتين أما واثنتين كعطف الواو حرف عطف اثنتين معطوف على اثنين وعطف المجرور مجرور علامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه ملحق بالمثنى والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد إيه وفي جمع المذكر لبك جمع سياس سالم النبات قال وما حمل عليه وحل وحبار ملحق عضوة نحو قل للمؤمنين مؤمنين تقول وجمع المذكر سال ولما روى لواب ما يلبع لقبنا يا جامع مذكر سال صفة للمذكر علم للمذكر علم للمذكر إنه يا جامع مذكر سال سيد الزيدون أوك نين مجعي أيال الجمعي يا صفة للمذكر إنه يا تلمان ما شجرت مؤمنون يا مسلمون يا قانتون يا صادقون يا صابرون يا خاشعون كون أيضا وصفة للمذكر وتلمان باكو جرت للمؤمنين هذا هو جامع مذكر سال ولما روى صفة للمذكر قل وعذا للمؤمنين رقم مؤمنين تقول فعل أمر مؤمن على سكون لا محله من الأراء وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت للمؤمنين الله حرف جر
قل للمؤمنين قل فعل امر مبني على السكون لا محل له من قل فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير انت للمؤمنين اللام حرف جر المؤمنين اسم مجرور باللام وعلامه جره الياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابه عن الكسر لانه جاء مذكر سالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد فإدعام ستين لحظا قودين تود مسكينا من مسكين فير هدتان تاني اعراب كذا اسكج فإدعام ستين ذا ويهورت مراد كينو مضاف اليه قاو لكن فعليه كركي سوحا هذا إدعام ستين لحظا قودين تود مسكينا إدعام مبتدا بعده مبتدا لخبر محذوف وتقدير فعليه إدعام مبتدأ لخبر محذوف تقديره فعليه قالوا أيضا إدعام مبتدأ مؤخر لخبر محذوف تقديره فعليه فعليه الفاء رابطة للجواب عليه جار ومجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن أما عليه على حرف الجر ولا اسم مجرور بعلامة من على كسر في محل الجر الجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره كائن خبر مقدم إدعام مبتدأ مؤخر مرفوع علامة رفع ضمة ظاهرة في آخر إدعام مضاف ستين مضاف إليه داد مراد كواك إدعام مضاف ستين مضاف إليه مجرور علامة جر الياء نيابة عن الكسر لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض عن التوين في الاسم ستين مركا محام ملحق هذا فيرها مفرد مري لا واحد له من لفظ عقود دويه وعلي دونا وعش عشرون وبابه إلى تسعين أنت هو ملحق عشرون بعد كم بالله بس عشرون الله بعد وبابه باقى كسر عشرون ثلاثون أربعون خمسون ستون سبعون ثمانون تسعون مرحبا حدي دونا ونوص وضع عشرون وبابه إلى تسعين في العقود وملحق بجمع المذكر وحلقة وايها شروط لا واحدة له من لفظ واك ستين أمرك مضاف إليه مجرور علامة جري ألياني وتر على الكسر لأنه ملحق بجمع المذكر السالم والنون عوض عن التوين في الاسم المفرد مسكين وتمييز مسكينا تمييز بعد العدد بالياك مسكينا تمييز منصوب علامة النسي فضعه ظاهرة في آخره وأما الفضعه فضعه ذمية فتكون وحياني علامة العلامة للخفض وصري وهاني في الاسم اسمي الحديث الذي اسمي أصول لا ينصرف أنك قدوميني فير هذا اسم لا ينصرف ومحاته ورتوين هل أغاد اسمه ما لا يصرف هو هذا البدنية لكن مصورة وباب نبا هذا وحاول ووحي ارتصده لكن اسم ما لا يصرف من بالله إلى أن ما هو صورة سوى باب كلي مارك وانقاذنا إنه كهرت اسم الذي لا ينصرف ميقى مقعبوله صدح مقعبعان اسم الذي لا ينصرف اسم ما لا ينصرف أما اسم ما لا ينصرف مثل كذا هي الممنوع من الصرف صدحها مقعوله اسم الذي لا ينصرف اسمي ان كقدوم تويني وصلق وقرأي اسم الذي لا ينصرف وله وحاكلوا لي اسم ما لا ينصرف اما اسم ما لا ينصرف هل مرقد اما الله بجر قد اسم ما لا ينصرف اما اسم ما لا ينصرف وهاكلوا الممنوع من الصرف الممنوع وحودي من الصرف فيها الصرف محيط الصرف التنوين بالغ وضع الممنوع من الصرف يعني الممنوع من التنوين صرف والتنوين لغة هو قد قدون وعلم الصرف اللي يواد مقشان سوما مرقع علمي الله بالله وحلوني الصرف لغة التحويل صرف الله الرياح بينها المركز كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون يبرعة الاستلال كالنقام صرف مركو يقول لي الصرف اللغة التحويل أو الوريجين فيرهد
اسم يا مركا مجي عيسى شيء اسم الذي لا ينصرف اسم ما لا ينصرف اسم ما لا اسم ما لا ينصرف الممنوع من الصرف ما دقت قيحدي سمحيت هو الذي لا يقبل التوين ولا الجر بالكسر لعلال انتسى واسمي انا اقبل التوين يوصي علوين سقال الدين اسم الذي لا ينصرف هو الذي لا يقبل التوين ولا الجر بالكسر هو الذي لا يقبل التوين ولا الجر بالكسرة لعلال انتسى واسمي انا اقبل التوين يوصي علوين سقال درت علوين كسقال كا وحالو كلمه بيتا اجمع وزن عادلا انث بمعرفه ركب وزن عجمته فالوصف قد كم لبا لو قيب علوين وحال علا وحكم منعيه اي وح لبا علا وحكم منعيه وحالك علا كم منعيه ولبا والف وتانيث صيغه منتهى الجمع الف وتانيث ولبا وزن كو امات الف وتانيث ولبا قيبه ممدوديه مقصوره ممدودة سيد الصحراء أشياء أنبياء علماء يا مقصورة سيد حبلة يا مرضى يا ذكرى يا قصوى يا شكوى يا صيغة المنتهى الجموع اللي هو وزن كوي معناتها مفاعلة سيد مساجد بمساجد يا مفاعيل سيد بمصابيح يا تماثيل يا محاريب ويا قوى الله وعلا وحكم من عيوه وعلم يصف علم كليح بع الله منعس صفة أنا صدح عرنت أسوس واحد اسم على ينصرف نقدا الله بقوي واسم مفرد جمع تكسير بس جمع معنى سالمو جمع مذكر سالمو أسماء الخمسة مثنى أفرتا ما على ينصرف من نقدا ما على ينصرف عنه اسم مفرد أما جمع تكسير مدي بصور يلا فاصلنا ويسوس عتاد وو وأما الفضعة فضعتي فتكون وحيان هي فضعتي علامة العلامة للخفض وصري وهن في الاسم اسمي الحيسي الذي اسمي أصلا ينصرف أنت وين تقبلين مفردا كان مفردا هايا نحو وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل أنبياء مقعية ضوضة دنبا وما لا ينصرف قار وحيدان أفر بألغة سوريا وقارشان قار كبدية تضب سن شمله بألغوك المياه تضب سن صادي نون شمله شين ميم لامها سن شملة توضبضا وحانين نبي ميلي حضارت ما لا يسرف بعدين محا ما لا يسرف كان يلبع إلا لوني عرب أو مقع إبراهيم إسحاق يعقوب يوسف إي عجمة عجمي النمو العالمية والعجمة لونيها العالمية والعجمة عجمة عجمية نوي أخرى عجمة نوي ده عمريد وأكوك بجرة فالف وتانيث يا غند وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى لبضع هلك علكم عيوعوك بأن يحوز الاسم علتين أو علة تقوم أو علة تغني عن اثنتين بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين فالف التانيث يغند وحدها وصيغة الجمع الذي قد انتهى مارك وعوق اسم إنه لا إلا كم منعي بأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين بك أما هل علة الله بدي كاد يقضي مارك إبراهيم إسحاق وحديها إبراهيم إسماعيل إسحاق يوسف إسلا وضمد وإيه وما لا يسر ما ما لا يسر عالمي عجم العالمي والعجم إلى إبراهيم إلى حرف الجر داد إبراهيم اسم مجرون بلا وعلامة الجر الفتحة نياوة على الكسر لأنه اسم لا يسر والمانع من الصرف العالمية مع العجمة وإسماعيل لم فحيوا سلامة بأحسن مثك وناسن منها سلامة بأحسن وإمراتك أدعو بأحسن الباء حرف الجر أحسن اسم مجر بالباء وعلامة جر الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم على يسر والمانع من الصرف الصفة مع وزن فعل بعد لا باعل لا باعل وصفة تلمة وأحسن مثك وناسن مثك وزن فعل ويكون وكجرا احسن وافعل افعل ماركا باحسن لبا علو لبا لبا ولبا ذا سمحيهم بالودي وحالودي ماركا وحاوي لبا ذا علو باحسن صفة يوزن فعل او جمع تكسير نهاية اسم ما لا ينصرف لبا ذا مكي مادام جمع تكسير مفرد نحو من محارب وكوسيقة من تال الجمع من محارب من حرف جر محارب اسم مجرون بمن وعلامة جر الفتح نيابة عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف
والمانع من الصرف صيغة منتهى الجمع بعد هل علو هل علو والمانع من الصرف صيغة منتهى الجمع وبأن يحوز الاسم علتين أو علة تغني عن اثنتين فألف تانيث غند وحدة وصيغة الجمع الذي قد انتهى وصيغة منتهى الجمع من محارب من حرف جر محارب اسم مجرم بمن وعلامة جر الفتح نية وتر عن الكسر لأنه اسم لا ينصرف والمانع من الصرف صيغة منتهى الجمع واحد اسمه ما لا ينصرف كبحي مجرى حال لبا شيء عليا إضافة لبضا ولبضا لسكوا فقسيه لبا كرانا سيكرا أو كبحي سيكرا وحلما مرة ويكبحي كران لبضا يكوى جوكت اسمه ما لا ينصرف واحد كبحي كرم مجرى منصرف نما كوعين كرها وعليا إضافة واحد قالوا ما لا ينصرف نما كبحي لبا كلاجر لبا ذكر وأحيانا أحيانا وضرورة الشعر ضرورة الشعر هي واحد ليلة تناسب تناسب الآيات سلاسل وأغلالا وسعيرا رواية حفص معنى نصرف النماذي بحيث وعجر قراءة سلاسل وأغلالا وسعيرا سلاسلا محاو التويني سيمبل وما لا نصرفه سلاسل ومفاعلة تناسب بينه وأغلال التويني سيما كدب مناسبة يا وسعير قوارير على مدى أكا إسكي تناسب قوك إلا إذا أضيف إلا إضافة موين هدي إلا إضافة ما لا ينصرف كي منصرف من نقول النحو في أحسن تقويم ونكتة عجيبة هل كان في رهد بأحسن هذا ما لا ينصرف ماهي تنى في أحسن تنى ومنصرف وحوصل تنى وقرد أنت وما لا ينصرف بأحسن في أحسن بحيو كل دوي تنضب ومضاف إليه وين دوال إضافة مضاف ويو إضافة قالت أحسن مضاف تقويم المضاف إليه ولا إضافة يذيب مضاف نقط وحن قدم بيو تقويم من المضاف إليه في أحسن تقويم وإضافة أحسن مضاف تقويم المضاف إليه وما سيدخل عليه وحاق شأل نحو وأنتم عاكفون في المساجد روحنا ماشي وحلا مرت بمساجد من نوع حلا في المساجد في المساجد محل غصري أو الغصري ما لا ينصرف النماذي ويكبح ذو منصرف الباقة شيء ال عمريد من وحود يجري فإن يضاف ويأتي بعد الصريف شادري يا سوكو سوكو فإن يضاف هذه الإضافة ويأتي ويماد بعد الكذب الصريف فإيجر بالكسر شرح فإن يضاف ويأتي بعد الصرف وللجزم وحاوسنا باكو اسكن ما ين باب معرفه تعالى اسكن بير يا كما اسكن غرنس وللجزم ريب وحاوسنا علامتان لب علامه السكون ريب هو سكون على اصل والحذف حذف هو حذف نائب ونائب كي عن سكون كفير حد جزم لب علامه سكون يا حذف سكون كاصل حذف كنا ونائب وحكسته اللغه العربيه وحاده مجزوم وجزم سن لغة إنه هذا جزم وارهب سكون وارهب وحصلنا معه عربي هذا ونقف الصحابين جزم ووح سكون ووح إنك جزم رهب نوتة سكون رهب نويه وحصلنا معه عربي ما له كل جل عين بالغوا طيب مارك جزم لبع علامة سكون يا حذف سكون يا حذف وحاصلة سكون حذف كون نائب كي سكون وحكسو اللغه العربيه مجزوم وحكسو معرب ومجزوم معرب ومجزوم لبدن كو جزمسين لبدا سكون يا حذف ارنت صدحات باب كان باب الجزم خاص بالفعل المضارع بعده باب كان وحو خاص كو يها خاص فعل فعل كي ولي من فعل مضارع وخالي من النونين خلا مضارع من كل نون قد خلا وللجزم وحاوسون علامتان لب علامة السكون وحاوسون وهو الأصل إيه الحذف حذف وهو حذف كنائم وحنائم كي يعنو سكونك فأما سكون سكونك فيكون وحواني هو سكونك علامة علامة للجزم ريبوهان في الفعل فعل كده حيث فعل كي المضارع مضارع الصحيح الآخر آخر كي سفيوبا صحيح الآخر محالة وضع لم يختم به بحرف علة ليس في آخره ألف ولا واو ولا ياء
ميد كاد كعبير تو صحيح الآخر وحال لقوضة أبو مدن بي ألف إيه واو إيه يأ صادح راعو كإلال صادح راع كإلالي ما ليس آخره حرف علة لم يختم بحرف علة ليس في آخره ألف ولا واو ولا يأ ميد كاد ظهر في الفعل فعل كده فعل كي على المضارع مضارع فعل كي مضارع أز صحيح الآخر آخر كي سوف يبقى تان خميس تدبال إذن كربا بحثيك اسكجر هوش أز صحيح الآخر سمارك تان ألي إضافة ما كل من بالسكون ألي إضافة ما كل من أز صحيح صفة الفعل مركضة أتكرنا ما يستطوح هذه أز صحيح مضاف الآخر مضاف إليه هي قاعدتنا وحياه علي اضافه ما كل ما يا او التقاء ساكنه وحالها الله صحيح البوله الاخرنا السمر الكتاب المفيد ما الكتاب المفيد ما ذكر العلم نافع العلم نافع علي إضافة ما كل ما سوي ليش كم أوجي الصحيح الآخر يا والمقيم الصلاة أجرؤ من الله ما يلبيك غدر توا الصحيح الآخر يا المعتل الآخر مارك كتب بدن بعد ويسى إسكندر ما سأل هذا أس أجرؤ من الله ما يلبيك غدر توا الصحيح الآخر يا المعتل الآخر كتب الدويس وحكم إذا كفراوي كتب بعض بعد كواكب كلفت سجوز قلوات بكل دوية إسكادر بعض ذي قا إسكاس سؤال عالم أو علي إضافة سيكو كل من أصحيح الآخر آخر كيسو في يومي هاي نسخة يا هيا ناهيس أصحيح الآخر أما أصحيح الآخرة ملاحيا 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 لما هي سامة مارك والغار الذي فعل كان مضارع سعي الاخر قال لم يتصل سلعين باخر اخر شيء نحو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد هل انك او هذا واسكم ده لم يلد لم حرف النفي وجزم وقلب اختصاص بالمضارع يلد فعل مضارع مجزوم بلام علامه الجزم السكون هو كلا لم يلد واما العذف حذفك فيكون روحانه حذفك علامه العالم للجزم راب وان في الفعل فعل كده فعل كي المضارع سمرت كان فيه ولا استفيه سمر في الفعل محل فعل كي فعل كي ها المضارع كان وحال المعتل الاخر اخر يسجرها لما دي المعتل معتل كا معتل كي الاخر لما دي في الفعل المضارع قاعد بكو صعدة عقبي علي اضافه ما كل منها مرقوا علي في الفعل فعل كي فعل كي المضارع المعتل الاخر واكمر لبعض المعتل الاخر اخر يسجر هنا شراط مرك وحيد يجران قال المعتل الاخر المعتل الاخره المعتل الاخر مرك كو اكل لغري اخره يا اخر ايه ما شاء الله اسكو هيستوى المعتل الاخر وهو معتل الاخر ما اي الذي كي ويا اخر واخر يس حرف عله ويا حرف جر حرف عله ما يقوى سيدي سبع صاد الف يو واو يا وحروف العلة حروف تعلة الألف وألف وي والواو وي والياء حرف علة نحو ولم يخشى إلا الله ولم يخشى الواو بحسب ما قبله لم يخشى ويمراتك لم حرف النفي وجزم وقلب واغتساس بالمضارع يخشى فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة الجزم حذف الألف مركز ككوبس يخشى فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة الجزم حذف الألف يخشى فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة الجزم حذف حرف العلة من آخره وهو الألف والفضعة قبلها دليل عليها ولم يخش هو وفاعل ضمير مستتر جواز تقديره إلا الله إلا أداة حسنة الله منصوب على التعظيم ومن يدعو مع الله مرادك أنه ومن يدعو ومن يدعو الواو بحسب ما قبله بعد إيمان اسم شرطي جازم يجزم فعلين الأول فعل شرطي وثاني جوابه جزاء يدعو فعل شرطي مجزوم بمن وعلامة جزم حذف الواو أما يدعو فعل مضارع فعل شرط مجزوم بما وعلامة الجزم حذف حرف العلة من آخره وهو الواو وضمته قبلها الدليل عليها مع ظرف مكان مع مضاف الله مضاف إليه ومن يهدي الله الواو بحسب ما قبله من اسم شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جوابه جزاء
يهدي فعل مضارع فعل الشرط مجزوم بمن وعلامة جزمه حذف الياء أما حذف حرف العلة من آخره وهو الياء والكسرة قبلها دليل عليها الله فاعل يوفي الأفعال أفعاش التي أفعاشها سوء رفعها قذو قيدو بثبات النون نون تسقنا شيء بثبوت نوات صمرت نحو انت توبى الى الله انت توبى ويمرك انت توبى الى الله ان حرف الشرط جازم يجزم فعلين الاول فعل الشرط والثاني جواه جزاه تتوبى فعل مضارع تتوبى فعل مضارع افعال خمسه وفعل مضارع مجزوم بان وعلامة جزمه حذف النون لأن من أفعال الخمس وألف التثنية رفع المبنى على السكون في محل رفع وإن تصبروا وتتقوا وإن تصبروا الواو حرف عطف إن حرف الشرط جازم يجزم فعلين أول الأول فعل الشرط والثاني جواب وجزاه تصبروا فعل مضارع فعل الشرط مجزوم به وعلامة جزمه حذف النون لأن من أفعال الخمس وهو الجماعة فاعل المبنى على السكون في محل رفع وتتقوا نكو عطف قواني ولا تخافيها عبسا الواو بحسب ما قبله لا تخافي لا نهية للجزم تخافي فعل مضارع مجزوم بلا نهية وعلامة الجزم حذف النون لأنه من أفعال الخمس وياء المؤنثة المخاطبة وفاعل مبني على سكون في محل رفع فاصل المعربات والله سبحانه وتعالى